سبسكرايب. اليوم غنوجدوه لكم بطريقه مختلفه، تبعوا معايا الحلقه باش تكتشفوها. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وليمة مع حليمة. وصفتنا اليوم جاتو بالكريب، طبقات كيجي رائع وسهل في التحضير. فبقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوه. غادي نحتاجوا في المكونات 500 ملل ديال الحليب يعني السيترو، 3 ديال البيضات، 250 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 الكيسان ديال العنبة، شوية ديال الملح، 2 معالق ديال السكر، 2 معالق ديال الزبدة مذوبة، فاني، نوازيت او اللوز او القرقع اللي توفر لكم من المكسرات، كاكاو والكريمه ديال الشوكولاته. نخليكم مع لائحه المكونات وغندوزو مباشره لطريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه غادي نديرو السيترو ديال الحليب 500 ملل، غادي نزيدو معاه الفاني، ممكن تنسمو بلي بغيتو، 2 معالق كبار ديال السكر، شويه ديال الملح باش كنعدلو المذاق، 3 ديال البيضات، غادي نستمر نخلط غير بالطراب اليدوي حتى كنحس بان الخليط ديالي بدا كينسجم. كنزيد له 2 معالق كبار ديال الزبده مذوبه تقريبا 51 غرام. وغادي نزيد 250 غرام ديال الدقيق، 2 كيسان ديال العنبه عامرين مزيان. غادي نخلط كل شيء مزيان حتى نحصل على واحد العجين اللي هو سائل ومنسجم مزيان. غادي نغطيوه ونخليوه يرتاح على الاقل 30 دقيقه باش ندوزو نطيبوه. بعد ما كترتاح لي العجينه 30 دقيقه على الاقل، كناخد شويه الزبده وكنديروها في المقله، كندهنوها بها هكذايا، وطبعا كتكون سخونه واحد شويه، ما نسخنوهاش بزاف اكثر من القياس. وكنديروا كميه من العجين بهذا الشكل. وكنديروها على النار تكون متوسطه حتى كنشوفوها بدات كتهز من التحت يعني وكتحمر، نقلبوها للجهه الاخرى. صافي غير نحسوا بها، صافي بدات كتحمر بهذا الشكل، صافي كتكون واجده. غادي نستمر بنفس الطريقه كنطيب الكريب ديالي كامل ونرجعوا باش نزينه. بعد ما كنطيبوا الكريب ديالنا كامل، غادي هناخذوا كل وحده واحد الطبق وغندهنوا شوكولات ديال الدهن او كريمه الشوكولات، او ممكن انكم تحضروها في المنزل. هذه جاهزه، صافي غادي ندهنها مزيان وغادي ندير طبقه يعني كريب اخر. وممكن طبعا بين طبقه وطبقه ترشوا بالنوازيت الا بغيتوا، انا غنخليه فقط للتزيين. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه كندهن وكندير الكريب حتى كنوصل للطبقه الاخيره، نزينوها بالكاكاو والنوازيت ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالها. الشكل النهائي للكاطو ديالنا بالكريب هو هذا، كيجي جديد بزاف، زيناه بشويه ديال الكاكاو والنوازيت. ممكن تزينوه وتقدموه بالطريقه اللي بغيتو، كيجي رائع بزاف جديد وطريقه مختلفه في التقديم. وصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه ديال اليوم. كنشكركم دائما على المتابعه، وما تنساوش تتابعوا برنامجكم وليمة مع حليمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.